المشاكل تاعها انها في ماري مليح وما تبداو المشاكل ايدي منا ومنا ودنيا ومنا السنه. الحمد لله يا ربي راه ركلات مو ما شاء الله عندنا ايكيب ناخذوا نفسه بها على الشامبيون بالله ربي، وان شاء الله يا ربي فال خير الحماديه سنه تدربوا فيها كما كنتوا الشعب كما راه معاهم سنه ان شاء الله يا ربي. العام هذا تاع الكابا ان شاء الله يا ربي يكون مليح، وان شاء الله يا ربي اول الافراح تنطلق مع الموسم الجديد هذا، وان شاء الله نربحوا الكوميتي الجديده هذا، ونقول لهم يا ودي خليونا وخدموا اخدموا ماشي تيو تصابوطيو في بعضكم. تعبنا معاهم، ديبلاسينا معاهم، شفنا معاهم، جرينا معاهم 5 سنين بركات وحنا نلعبوا في لاسيونال دو. حنا حاجه واحده نحوسوا على الاهم هذا، الاهم هذا طلعنا لاسيونال ان باش نديروا حاجه، والحاجه هذه كبيره ما نقولوش ماهيش كبيره، وان شاء الله ماذا بينا حنايا يكفوا فيها الرجال هذو اللي راهم حاكمين ليكيب هذه واللي راهم يتعبوا عليها. راني نشوف فيهم داروا دي بور ريكروتمون فيهم 3-4 جوار حتى على مستوى عالي اللي انترناسيونال مثل زارارا ذاك تاع الجابو السياسي ولا الزيتي تاع لونطون، واخيرا التحاق الحارس يعني الشاوشي. نظن راهم داروا دي بور ريكروتمون على هذا الاساس. انا رانا متفائلين خير ان شاء الله على الفريق تاع اهلي البرتغال. ان شاء الله راه فيها خير السنه ان شاء الله. شفنا استخدامات جد متنوعه يعني، فيها مدافعين ملاح، فيها وسط هجوم، فيها وفيها الحارس الثاني ابرز الاستخدامات، وان شاء الله يكون فيها عام خير ان شاء الله. راه قائم بياسنا، جاب استخدامات كما تاع 2009 استخدامات ملاح اللي داروهم، اون بليس دو سا لي سيبورتور راهم واقفين معاهم حتى الاخر ان شاء الله، وانا واقفين معاهم الاخر ان شاء الله. دي بلاسمون ان شاء الله كلش ان شاء الله ان شاء الله على حسب الوجوه اللي رانا نشوفوا فيهم ان شاء الله. واش غنقول لك، احنا نتمنى ان شاء الله راسنا نحكموا لو مانتيا. رانا نشوفوا باللي ركراتمو مليحه يعني ما شاء الله، سواء من اللاعبين الحارس فوزي الشاوشي يعني استخدامات نوعيه. شوفوا في الديريكتوار قايم، احنا في الحماد يعني يوميا نجي نلقاهم صباح عشوه نلقاهم ناس قايمين، نتمنى يواصلوا بالعمل هذا. وان شاء الله انا شخصيا كمناصر للاهلي متفائل خير ان شاء الله الموسم هذا، وان شاء الله يكون موسم على الاقل المانتيا لما ما كانش المانتيا اللقب، المهم نتفائلوا خير ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله جبنا كوب وتفرحنا وكما راه مولي زيكيب الاخرين هذا ما كان شيخ. سنه شفنا انتدابات ملاح بارابور يعني لي زاني اللي فاتوا، دخلتنا واحد الثقافه تاع لي جوار، نجيبوا لي جوار لي بون جوار في القسم الوطني الاول، ويعني لحد الساعه راهي الامور تمشي مليحه. لي زونطريمون راه ملاح مع لو ستاف هذا مليح، شتا ستاف كيما يقول الواحد مش ستاف نورمال. يا ليكيب واش غنقول لكم، انا نعطي رساله للشيخ عيسى البريزيدون، المسيرين تاع البرج، اللاعبين، لي جوار، لي سيبورتور، السنه لازم نديروا ايد في ايد، نطلعوا شويه النيفو تاع البرج، ومندي شامبيون على شتا البركه، الزهي والولايه هذه، رانا شتينا الافراح هذيك، شتينا البرج تزها، مش عم طلع هذا السنه العام اللي فات، الله يبارك، ولايه برج بوعريج 34 بلد كل فرحه، نحوسوا منا وجاي ان شاء الله البرج زاهيه. احنا ما عندنا حتى تيتر، ان شاء الله يا ربي هذا الموسم، وان شاء الله يربحوا علينا. يربحوا على ولاد خلوف باسكو حنا العام رابحين علينا الكابا، ان شاء الله يا ربي يكون هذا الموسم الاول باول تتويج باش يحقق نتيجه ايجابيه. من بين النتائج الايجابيه ان شاء الله لو بون مانتيا، ما نطمعوش في حاجه كبيره، واللي ما يكون يجي كما لقب هكذا لقب بطوله او كاس ما نقولوش لا، وانما نتمنوا من اعماق قلبنا يعني الناس تخدم وتتكاثف وتتعاون مع بعضها ويديروا اليد في اليد. شي وان دوموندي من المسؤولين برك، المسؤولين تاع اهل البرج، الحاجه اللي ندومونديها منهم يكونوا بالكلمه من البرومي جور حتى لو داني جور، ماهوش كيما هما الفين او جا او راح او ما سلكوش البروبليم هذا، وحنا ماناش بولايه تاع ما نسلكوش، راهم كاينين دي زيكيب ما كان والو ما عندهم الصور، وراهم ريكريتي وراهم يلعبوا لا بروف النهد العام اللي فات، لعبوا 19 ماتش ما خسروا حتى ماتش، ما عندهم شركه كبيره ولا ماهمش يعني قال عندهم ان بريزيدون ممول كبير، شو هو الفرقه تاعهم مليحه، المسيرين مليح، حنا نحوسوا نطلبوا من المسيرين
يمشيو من البرمي جور تاع الشامبيونا حتى للدرني جور. متوقعين هذا لازم الخير، لازم الصلح، ربي يجعل الخير ان شاء الله.